أنا عايزة أقول لكم بما إن يعني استمتعنا بصوت كابتن الكبير أحمد ناجي. يا ابني نزل حاجة ساعة لسانه. وهو بقاله كتير ما غناش، وأنا عارفة إن بقالك كتير ما غنتش، بس ما أنا مفيش نشاز، ما نشستش يعني، ما نشستش. لا بقى 10 مرات، ولا 10 مرات. بس عايزة أقول لكم حاجة، وإحنا يعني فقدنا من أيام قليلة جدا أو يمكن ساعات حتى الفنان الكبير قوي علي حميدة رحمة الله عليه، وكان الحقيقة بيصارع كتير جدا مع المرض. آخر حاجة يمكن كان المرض الوحش، وما كانوش قايلين له في أيامه الأخيرة، بس يعني ربنا يرحمه طبعا، كلنا بنترحم عليه ونقرأ له الفاتحة. أغنية لولاكي كانت بتاعتك يعني، صح؟ اللي نزل بيها وكسر الدنيا وبقى فيها علي حميدة، دي كانت معروضة عليك يا كابتن أحمد برضو. عايز أقول لك إن علي حميدة ده أولا دكتور آلة العود في المعهد العالي للموسيقى العربية، أفضل عواد في الشرق الأوسط. إنسان مش عايز أقولك قد إيه أكثر من رائع. وعادتنا كانت دايما عند أيام ما كنت أنا بشتغل في الكاسيت عند الملحن الكبير سامي الحفناوي، تحياتنا ليه من هنا. والشاعر الكبير رحمة الله عليه مصطفى الشندويلي. فكان أنا الكلام اللي بغنيه كلام يعني حاول تلاقي خطوتك مطرح، ازرع نهار شجر النهار يطرح، افرد قلوعك في الرياح خيمة، افرد ايديك عافر مع الغيمة، ولو قلوبنا والايدين صحبة هيجي يوم تتغرب الغربة. فالكلام اللي في الاغاني اللي انا بغنيها في سكة تانية خالص، يعني زي الاغنية اللي انا غنيتها دي الماس ويا مصر ناسك احسن ناس. يعني انا يعني كبلوف لعيب كورة هيغني، مش هغني يعني حاجة يعني تجاري، كلام خفيف تجاري يعني أو يعني كده. فكنت مصمم إن أنا حتى علي كان بيسمع الأغاني، لأن كنا في شركة واحدة، شركة مزيكا واحدة يعني. فعلي كان بيسمع الأغاني وكان بيقول للمنتج أستاذ عاطف منتصر وشركة الام اي، شركة يونانية يعني، كنت في شركة كبيرة جدا كمان يعني، مش بادئ كحيتي ولا حاجة، بادئ حاجة من عالي جامدة. فقال لهم انزل قبل الكابتن بلوف لعيب كورة وبيغني، نزلوا لي شريطي بس يعني اجلوا الكابتن اسبوعين ثلاثة وانا انزل ابيع شوية حبيبي، هو اللي بيقول. وانا طبعا سامي بيقول لي، والاستاذ عزت عبد الوهاب المؤلف ربنا يديله الصحه لو عايش ربنا يرحمه لو ميت، خلي حاجه خفيفه في الشريط وكده. فانا رفضت رفض تاني يعني. انت نزل نزلونا الشركه في يوم واحد، الشريطين نزلوا في نفس اليوم في يوم واحد. انا بقيت اعدي على المحلات، احنا كان زمان ايه، انت تعدي على لولاكي مكسره الدنيا، لولاكي بايع مليون وانا بايع خمسه. والنبي ما ندمتش؟ لا خالص والله، لا طبعا. انا عمري الحمد لله، انا لما انا ابويا قال لي حاجه مهمه جدا عايش عليها حياتي، ما تعملش حاجه نص نص، صح، خلي النص نص لحد تاني. رحمه الله عليه علي، ربنا علي رب. انا عمري ما قيمت علي من اغنيه لولاكي. علي ده عنده يعني حاجات تانية، دي حقيقة، عنده تراث مطروحي بدوي ليبي كله، عواد على أعلى مستوى، إنسان على أعلى مستوى. مش من لولاكي، لولاكي دي حاجة يعني كوميرشال كده يعني، كان ربنا كاتب له عشان صحيح. يعمل نجاح والناس تعرفه، لكن علي حاجة ربنا يرحمه يا رب. وانت بقى فنان وفي نفس الوقت فنان في تدريب حراس المرمى.